تسعة، معلم. يا حبيبي في فرق كتير بيني وبين البقى يا أنا. خي شو فرق بينك وبين البقى؟ مش عم بفهم أنا، كل واحد بحق له بيترشح. يا حبيبي أنا مرشح طبيعي. شو يعني طبيعي أنت؟ يعني طبيعي شو بده تفسير؟ يعني أنا مرشح طبيعي. إنه هديك اصطناعي يعني؟ لا حبيبي مش هيك، بس أنا عم بحكي يعني مرشح بشكل طبيعي. لك ما أنت بكل عمرك هلا كل مواد حافظة وكذا، وين طبيعي بالموضوع؟ وين مواد حافظة أنا؟ بس هالمواد الحافظة كلها هذه مواد عضوية حبيبي. هلا يعني أنت طبيعي وديك تفيس مكانات يعني؟ لك لا يا حبيبي مش هيك، بس أنا عم لك يعني أنا هذا مرشح طبيعي 100%. أنت الطبيعي يعني؟ أنا الطبيعي طبعاً. إنه شو أعشاب يعني أنت؟ لك شو بك أنت عم تحكي هيك؟ عم لك طبيعي يعني طبيعي؟ لا واضح إنك طبيعي.